دايما في هذا البرنامج بيهمني جدا ان انا يعني استضيف النماذج القويه، النماذج اللي قدرت انها تتخطى مصاعب كثيره. والحقيقه اليومين اللي فاتوا اي حد كان بيتفرج على مسلسل ستيلتو والستات اللي كانوا بيقطعوا بعض دول بمكائد وضرب وحاجات كده، اكيد عجبته ممثله لبنانيه ومذيعه ايضا، انا عرفتها كمذيعه اكتر ما هي ممثله، ريتا حرب. ريتا حرب الحقيقة هي مذيعة لبنانية بقالها سنوات طويلة بتعمل في عدد من القنوات، بتقدم برامج مختلفة، أيضا عملت في التمثيل بشكل واسع في مسلسلات لبنانية وعربية كثيرة، ولكن في مسلسل ستيلتو كانت بقى إيه، وهج بصراحة بشكل غير مسبوق لها في مسيرتها. المثير للاهتمام انك تعرف انه وسط هذا المسلسل وهذا الوهج وهذا الجمال والاداء الحقيقه كان متميز جدا لريتا حرب، تكتشف انها تعرضت لحادث صعب جدا، هي حتى نفسها اطلقت عليه حادث موت، والحادث ده كان ممكن يأثر عليها وكان ممكن يوقف عملها تماما، والحمد لله يعني انها طلعت منه سليمه، لكن تكمل ريتا المسلسل وتكمل التسعين حلقة وتمشي على عكاز وتحط للعكاز شكل جميل كده وفراشة وشراشيب وحاجات وتمشي بالكعب العالي لأنه هو ده رمز ستيلاتو، وتمثل بأقوى أداء تثبت أن المرأة القوية والمرأة اللي جواها قدرة على التحدي تقدر انها تتحدى حاجات كتيرة وانها تخرج افضل ما فيها وانها فعلا تكون نموذج مهم لازم نتكلم عنه. ريتا حرب معانا عبر زوم من بيروت. ريتا صديقة ليا من زمان وبسلم عليها، مساء الخير يا ريتا. مساء النور، انا مشتقت لك كتير 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 كتير، وأكيد أنا صديقة لك من أيام التقديم زمان. طبعاً وأيام بيروت، عيون بيروت أنا ما انساهاش، يعني عيون بيروت طبعاً. بيروت وعيون بيروت، واليوم عم نحكي بمجال تاني وبمطرح تاني، بس أنا كتير مبسوطة أني معك على الهواء ببرنامجك الناجح والمحضور بالقاهرة، ومبسوطة أني معك أستاذة لميس. أنا بشكرك. يعني ريتا، هل كنت تتخيلي أنه أولاً أن أنت جوال في ستيلاتو حتنال كل هذا الإعجاب عبر العالم العربي كله، وأنت طبعاً كنت يعني درة من درر ستيلاتو؟ بصراحة لا، كنا منتوقع أنه المسلسل عنده مقومات النجاح، يعني كإنتاج كإخراج ككاست ممثلين النجوم أكثر بالمسلسل، متوقع أكيد أنه وقت ينشغل صح بدك توصلي لنتيجة، أنه توصلي للنجاح إذا فينا نقول، بس أكيد ما توقعنا مثل ما سمي المسلسل أطلق عليه ظاهرة، فهالنجاح الباهر للمسلسل أكيد يعني الحمد لله، بس نحن ما كنا متوقعينه أكيد. ريتا، انت هنا مش مجرد واحدة من بطلات المسلسل، انت يعني تعرضتي لتحدي كبير في المسلسل، تعرضتي لحادث كبير كان ممكن يخليكي ما تكمليش. احكي لي بقى هنا اللحظات دي، انت اولا كنت عملتي كام حلقة وكملتي ازاي؟ ازاي قدرت ريتا حرب يعني المرأة الجميلة الحاصلة على لقب ملكة جمال لبنان، الست الجميلة اللي ممكن الناس تبص عليها فتقول دي جميلة وبونبوناية زي ما بنقول كده ومرفهة ولطيفة، منين القوة دي يا ريتا قدرتي ان انت تجيبيها؟ من الله، من ربنا، من دعم بناتي واخواتي وكل الناس اللي بتحبني حوالي، ودعم الناس حتى اللي ما بتعرفني، يعني هذا الدعم الكبير اكيد عطاني قوه. هلا اكيد انا انسانه قويه بالحياه، انا قويه انه انا بالحياه بتحدى حالي كل حياتي، ومني انسانه بنكسر بسهوله، رقيقة كتير وحساسة كتير هيدا موضوع تاني، بس أنا إنسانة ما بنكسر بسهولة وخلقت للصعاب،
بس أكيد مش لهالنوع من الصعاب، يعني هيدا الشيء كان كتير جديد وكتير قوي وكتير مؤثر فيني، يعني لمس دغري فت فيني عظم مثل ما بيقولوا. أنا موضوع الحادث كتير بضايقني بصراحة، لأنه بعتبر إنه أنا كنت رايحة على شغلي عادي، وما في كان لا طقس مزعج ولا شتي ولا تصحيح، بس من تهور الدرايفر وسرعته وصلنا لهالنتيجة. كم يعني المشهد لما فأنا وصلت للموت لميس ورجعت، وفقدت كتير قصص متمسك فيها بالحياة، يعني فقدت شكلي لأنه تشوه وجهي، فقدت نظري لفترة، فقدت صوتي لفترة، عدا عن انه اكيد كانت مطحونه كمان اجري، فقدت انه اقدر امشي. ولكن لما قرروا بالانتاج انه ريتا بدك تصير منيحه وبدنا اياك تكملي، بعتقد هيدا الشيء عطاني قوه انه متمسكين فيني. ونحن كنا مصورين يعني ما واصلين للعشرين حلقة، يمكن مصورين بس مخروقين مثل ما بيقولوا، يعني نحن واصلين لتقريبا للعشرين حلقة بس بعد في ضمنهم مش مصور، يعني بعد عنا مشوار كتير طويل لنوصل للتسعين، يعني بعد في أشهر طويلة من التصوير. فأنا بعد 3 أشهر من الحادث كنت بعدني ماني منيحه، وبعدني على الووكر مش على الكيسان، كنت بعدني على الووكر، وبعد وجهي ما منيح، وبعد عيني ما منيح من آثار العملية. رجعت بدعم كتير كبير من فريق العمل، ومن كمان يعني برات التصوير وبالتصوير من الكل بصراحة، كتير وقفوا حدي وكتير ساعدوني. وأنا تحديت حالي إنه ريتا أنت جيتي على تركيا بهدف تصوير هالعمل، صوري، يعني ما تخلي شيء يوقف طريقك، حتى لو صحتك ما تخلي شيء يوقف طريقك. فبصراحة أنا صورت عمل أنا ومكسرة، يعني أنا عملت كذا عملية، فصورت كتير أنا وإجري مكسورة، بس من وراء البراغي المحطوطة كنت قادرة أوقف. ورجعت عملت زرع عظم كمان، قعدت بالبيت حوالي الشهر ونص شهرين ورجعت صورت. فكانت على عدة مراحل وكانت صعبة كتير، بس من بعد ما كنت لميس بجورة كتير قوية، كنت تحت على الآخر يعني اتدمرت، رجع الله عطيني وطلعني لفوق. الله الله الله، يعني احترامي وحبي وتقديري، وعشان كده انا كان نفسي ان انا كل المشاهدين المصريين يشوفوا هذا النموذج، يعني ان انت ازاي قدرتي وانت يعني في لحظات صعبة جدا ان انت تكملي. اصعب لحظة مرت عليكي ايه يا ريتا في كل الكارثة اللي انت تعرضت لها دي؟ أول ما صار الحادث لميس، وكنت يعني عم شوف كيف إنه وجهي مشوه وما عم بقدر أقشع وما عم بقدر أحكي، أكيد أنا شلت من راسي إنه خلص انتهى، يعني شلت من راسي العمل، قلت أنا انتهيت كمذيعة وكممثلة، انسي يعني هيدا مش موضوع. كان كل همي بس أرجع أوقف قدام بناتي، قلت أنا إنه بناتي بعدهم بحاجة لأمهم، وانا اكيد يعني ما بعرف اذا الكل بيعرفوا I'm a single mom. ايوه، فانا قدام بناتي وبناتي بعدهم بحاجتي، فيا رب انه تخليني اقدر اوقف على اجري ويكون معهم. يعني انا قد ما كنت غايبه لفتره كتير طويله، انا فترات ما كنت اعرف انه هول بناتي يعني لهالدرجه، بس الله رجع عطيني وقواني، لانه لما يكون في عزيمه ويكون في إرادة من جوا بنقدر نتخطى كتير صعاب. وأنا يمكن مثل من أمثلة كتير، من الوحيدة، في كتير ناس نحن بنتمثل فيها بالحياة وبنقول أف قديه هن حلوين وقديه الله عطيهم نعم، رغم أنه يمكن اتاخد منهم قصص ثمينة بالحياة ونحن بنتمسك فيها، بس يعني بنحس أنه في ناس كمان فاقدين يمكن أعضاء من جسدهم، وهن قوية وبيعملوا رياضة وبيسوقوا وأحسن منا حتى. فأنا يمكن وحدة صغيرة من ناس كتير قوية بالحياة الحمد لله. إيه اللي غير فيكي؟ إيه اللي اتغير في وجهة نظرك في الحياة
ناس كتيرة بتبص ان الفنانين عايشين حياة مرفهة، عايشين حياة لطيفة، انتي سيدة جميلة، يعني حتى لو مريتي بظروف حياتك، انتي بنت الحرب، يعني اتولدتي في وسط الحرب كمان، فيعني ايه اللي غير الحادثة دي؟ غيرت ايه في ريتا حرب؟ هلا من ناحية أنا صرت حساسة زيادة، ومن ناحية تانية حسيت إنه بعد اللي قطع علي يمكن ما عاد في شي صعب بالحياة. إن شاء الله يكون هيدا أصعب شي، لأنه بعتقد حتكون كارثة علي إذا بعد بتعرض بعد لشي الشر. أقوى من هيك، لأنه كان بعيد الشر يا رب، لأنه كان كتير قوي علي. بس رجع قوامي، رجع قواني، وبنظرتي بالحياة صرت حس إنه عن جد إنه ما في حدا فوق راسه خيمة أو على راسه ريشة، مثل ما كان جوال تحط ريش. ما في، يعني الواحد بيقول أنا ما بيصير لي هيك، وأنا ما، لا لا لا، كل الناس معرضة بالحياة وبأبسط الأمور. ولما نقول الحياة قصيرة، هي مش كلمة، ممكن بلحظة إنه أنا رايحة على شغلي والسيارة ونهار شمس وعادي وما في شيء يعني يخليني أقلق وفكر، صرت عم بموت، صرت عم شوف آخر التونال، النفق مثل ما بيقولوا، وصلت للموت ورجعت. فما في شيء مستحيل بالحياة، من هالناحية الإيجابية ومن هالناحية السلبية. بنقدر نوصل لكل شيء ونقدر نفقد كل شيء، هالقد الخيط رفيع بيناتهم. بطلت خطط لقدام كتير، بعيش كل يوم بيومه، صرت حب حالي أكتر لأنه كنت خسرت حالي بلحظة. ما تبكيني لميس لا اليوم. مش هخليكي تعيطي، لا لا هكلمك حالا عن، هخلمك حالا عن جوال بالعكاز. يعني انت عملتي كام عمليه؟ انت كنت مكسره، ازاي كنت واقفه بالكعب العالي الرهيب، والكعوب كانت عندكم عاليه جدا وانا كنت بتفرج عليكي، ازاي واقفه بالكعب العالي والعكاز؟ ازاي عملتي ده؟ ازاي كنت قادره هلا تعملي اول شيء اكيد خفيت هيدا الموضوع عن الحكيم، لانه الدكتور ما خبرته، احسن ما اكل عايطه منه. هلا اكيد في الخدعه تبع التمثيل، انه انا بلبس الكعب وبعد دقيقه بيكون انشلح، واغلبيه الوقت بكون قاعده، فعلى التصوير اللارج الواسع بيكون في كعب، على التصوير الاضيق بكون شلحت. يعني هون اكيد العالم التفاصيل ما بيعرفوها، بفكروني انه كل الحلقه انا لابسه الكعب، لا اكيد ما بكون كل الحلقه لابسه الكعب، بس اكيد تعلمت تكنيك انه انا القي على اجري اليمين لانه اجري الشمال اللي مضروبه. فانا بكون واقفه، مفكرين هن واقفه عادي، بس هو بيكون كل تقلي على ميله اليمين، بتكون خدعه. يعني انا خدعه اجري هذيك منا دقه بالارض لانه ممنوع ادعس عليها، فانا بكون لاقيه، والعكاز بيكون مساعدني انه انا بدون ما تحسي، بس انا شاده على ميله اليمين اكثر. وبعدين دغري، يعني بس انه مثلا هاللقطه دقيقه دقيقتين صورتها، خلص انشلح الكعب دغري. بس انه انت لما تشوفيهم منتجين بتشوفي الكعب ورا بعضه. يعني جوال هذه المرأة الجميلة اللي فيها برضو بعض الخبث، رغم ان انا كنتش بشوفها خبيثة قوي يعني، لكن يعني اللي هي اضطرت لكثير من الخبث من وهي صغيرة، جوال دي ما اعتقد هل لها علاقة بريتا حرب، ولا ازاي عرفتي تؤدي هذه الشخصية؟ لا، هي يمكن بتشبهني شوي بالفاشن، بتشبهني شوي بمطارح الضحك، انه جوال عطيتها شوي من حالي انا بالكوميدي، نتفه بشخصيتها بحركاتها، لانه انا اللي بيعرفوني كمذيعه واللي كانوا يحضروني كمذيعه بتعرفي كادر الاعلام بيبقى محدد يعني ومجمدك اكثر، بينما انا بالحياه ما كانوا يعرفون انه انا كثير عفويه وكثير بضحك وكثير بضحك، هيدا حطيته بجوال. بس الخبز والتخطيط والهول الكبار اكيد لا، مش كاركتيري. وحتى جوال عندها شوي هيك يلي الغيره الزايده والمتردده، يعني انه حسب ما تتاثر بتمشي مع الماشي وبتمشي مع القوي، فأكيد لا هولي ما بيشبهوني. بس أنا حبيت المسلسل
لما تابعته بالنسخة التركية قبل ما أدخل مثل فيه، وحبيت كاركتر جوال كتير، لدرجة كنت أنا كتير زعلانة أول شيء إنه يمكن أنا ما أقدر كمله، وتاني شيء كنت كتير زعلانة إنه أنا كيف استيلته بدي مثل بووكر وبعكايزات، إنه أنا هلكته للدور، يعني أنا محيته للدور. ما كنت متوقعة إنه العالم حتعتبرهم كأنهم أكسسوارات وحتحبهم، يعني كنت أنا كتير خايفة من جوا على النتيجة، عكس ما بعدين الحمد لله يعني العالم كيف تقبلت الوضع وكيف شافته. طمنيني عليكي دلوقتي، انت يعني عامله ازاي؟ رجلك اخبارها ايه؟ انا شايفه وشك الحمد لله، يعني رجع يعني ريتا اللي بنحبها ونعرفها وقمر. قوليلي انت عامله ازاي دلوقتي؟ حبيبي انت القمر، الحمد لله، يعني انا فيني اقول 90% انا رجعت لريتا القديمة. اكيد في قصص يمكن العالم ما بتلاحظها بس نحن بنلاحظها، في اوجاع صغيرة وفي قصص، يعني بالنهاية انه انا في صفايح حديد بوجهي، في صفايح وبراغي باجري، ولا ممكن ارجع 100% مثل قبل، بس الحمد لله رجعت كثير منيحة. وأنا متقبل الوضع، يعني أنا ما عندي مشكل إنه جسمي صار فيه قصص غريبة، بس متقبل الوضع ومتعايشة معه، وبقول الحمد لله إنه ما زال رجعت أقدر أمشي على إجري بدون عكايزات، ورجعت أقدر صور، ورجعت أقدر أحكي وأقشع، فهول نعم هلأ متمسكة فيهم كتير وبعرف قيمتهم أكثر من قبل. عندك ايه بعد ستيلاتو؟ وعايزاكي تقولي رسالة للناس، بالذات الناس اللي بتحس ان عندها مشاكل كتيرة بعد تجربتك دي، رسالتك ليهم ايه؟ بس الاول قوليلي عندك ايه بعد ستيلاتو؟ أنا هلأ متواجدة بتركيا مش ببيروت، اوكي. كمان عم بصور مسلسل جديد الخائن، بس أكيد بفضل إنه لما هيك نقلع بالتصوير أكثر ولما يطلع نرجع نعمل مقابلة طبعا تانية طبعا ونحكي ان عنه شاء الله. بالتفصيل، لأنه بعدنا هلأ يعني خلينا نعطي بعد حق استيلاتو أكثر وجوال أكثر، هون دور مختلف، يعني جربت انه فوت بدور مختلف كليا عن جوال. هلا يمكن بيشبه شوي جوال ببارت القوبية، انه كمان هون شخصية قوية، بس هون مش عن خبثنة، هون يمكن دفاع عن حقوق هي معتبرتها انه هي حقوق خاصة فيها. مختلف القوية موجودة ولكن مختلف الطريقة. وبالنسبة وأكيد كمان 90 حلقة، وبتمنى كمان العالم يحبوا، يا رب يعني إن كمان شاء الله. يحبوا هالدور ويحبوا العمل ككل. تقولي إيه للناس بقى؟ قبل ما أعطي رسالة كمان بوجه تحية كتير كبيرة لمصر ولأهل مصر ولكل المحبين، وبعرف قد ايه حبوا ستيلاتو وقد ايه في ناس راسلوني وقد ايه من خلال أصدقاء كمان حكيوني، وقد ايه اصدقائي اللي موجودين هونيك كمان يعني دعموني وحيوني على الدور وعلى المسلسل وعلى كل شيء، فانا بحبكم كثير، وانا حتى قدمت كمان برنامج وقعدت فتره بمصر، وهذا البلد ايوه فعلا ام الدنيا وبحبه كثير وبحب شعبه كثير وهالروح الحلوه اللي عندكم اياها، وبشكركم انكم حبيتوا ستيلاتو وحبيتوا كمان جوال من كل قلبي، ان شاء الله كل الاعمال بتحبوها. العبره اللي بدي اقولها انه الانسان بيقطع عليه كثير، يعني هي الحياه منا سهله بالنهايه، مشاكلها اكثر من فرحها، فاي دقيقه فرح تمرق عليكم استفيدوا منها وما تضيعوها، عيشوا كل يوم بيومه وفرحوا قد ما فيكم، لانه عن جد اليوم الحلو اللي بيقطع ما بينعاد. استفيدوا من حياتكم، جربوا قد ما فيكم تحطوا اهداف حلوة وإرادتكم بتوصلكم لها، وما في إنسان بينتهي عند حدود، كل ما هو عنده عزيمة وعنده إرادة ومؤمن بالله ومتكل على ربه بيوصل.
الحمد لله. كنت بتقولي ايه؟ بيزيوات بيزيوات بيزويات بيزويات بيو بيزويات بيزويات يعني بيزو، يعني جمع البيزو، يعني جمع يا رب القبلات، دخلك يا رب يعني دخلك. ايه قبلات. ايوه بيزويات. طارق ماشي. تعالي ابعت لك ان تطلع معي بالتي مش بالطه. ايوه تعالي طارق. ريتا حرب بشكرك وبحييكي، وحبيتك جدا يا جوال. يعني كنت فعلا جميلة. بشكرك وبحييكي جدا، شكرا لوجودك معنا ريتا حرب، الفنانة اللبنانية والمذيعة اللبنانية أيضا.